أدعو فضيلة الدكتور السيد عبد الله فدعق الفقيه والمفكر الإسلامي من مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لإلقاء كلمته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بعدد جميع ما في القرآن حرفا حرفا، وصل يا ربي عليه بعدد كل حرف ألفا ألفا، وصل اللهم عليه بعدد كل ألف ضعفا ضعفا. نور اللهم بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، محب البردة وراعي جائزتها، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، معالي الأستاذ عبد الرحمن العويس، جملك الله بالثقافة وزادك صحة، أيها الفسيفساء من الإخوة والأخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة من أبرك الليالي علينا وعليكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات، يتميز شهر ربيع الأول بذكريات متعددة متنوعة، ومن أبرزها ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس في مثل هذه المناسبة في كل عام يحدث بينهم حوار طويل وجدال عريض، هناك من يبيح وهناك من يمنع. من يبيح يعتمد في إباحته عليه صلى الله عليه وسلم وعلى قوله بنفسه عن نفسه، عندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. ويعتمدون أيضا فيما يعتمدون على أحاديث كثيرة توجب وتقدم محبته صلى الله عليه وسلم على الولد والوالد والناس أجمعين. ومن يمنع يعتبر أن في ذلك زيادة في أصل الدين، ويعتبر أيضا أنه لم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين. والحقيقة أن الفريقين يتجادلان خارج موضوع الخلاف. فالفريق الذي يمنع يعتمد على نفس الأحاديث التي يعتمد عليها الفريق الذي يبيح، والقسم الذي يبيح يقول: نحن لم نحدث في الدين أو في أصل الدين أمرا. هذا الكلام الذي أقوله ويقوله الجميع يحسن بنا تماما أن نبين للناس جميعا مسألة مهمة، وهي أن الاحتفاء بالذكريات ديناً أو دنيا إنما هي من أمور العادات للعبادات.
وإنما هي من أمور الدنيا للدين، وإنما هي من أمور الطريقة والسنن التي بيّنها صلى الله عليه وسلم بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والسنة هنا أي العادة والطريقة، وليست المصدر التشريعي الثاني. إذن ينبغي على الفريقين جميعا وعلى القسمين جميعا أن يعيشا داخل العصر، أن يعيشا داخل العصر، وأن يقربا من يستمع إليهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكل محب للنبي صلى الله عليه وسلم، من منع ومن لم يمنع. إذن تقريب الناس إليه صلى الله عليه وسلم هو من آكد الأمور المهمة. ولذلك ينبغي على القسمين جميعا أن يحول الشريعة إلى سلوك يمشي على الأرض، أن يحول السيرة إلى سلوك يمشي على الأرض، لا قتل، لا تدمير، لا هدم، لا غيبة، لا نميمة، لا تفسيق، لا تكفير، لا تفجير، لا تبديع، ولا شيء من هذا هو شرعه صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي، أيها الحفل الكريم، أرجو أن أكون بهذا قد وضحت لنفسي ولغيري أن الفريقين دائماً ما يتجادلان في هذا الشهر المبارك خارج الأمر المطلوب، وهو تحويل الشرع إلى سلوك يمشي على الأرض. أرجوكم أن تدعوا لقائد هذه البلاد ومؤسسها الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن تدعوا لحاكمها الشيخ خليفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيده ويسدده، وكذلك سائر حكام العالم الإسلامي بل وغير العالم الإسلامي. العالم يحتاج إلى سلام، والعالم يحتاج إلى وئام. وقد ذكر سيد الشيخ فاروق حمادة أن رسول الإنسانية هو المفزع لكل من يريد أن يعيش بهدوء وبسلام على هذه الأرض المعمورة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.